بالنسبة للفصل الصيف هي طاقة تنتمي لعنصر النار، وهو أحد العناصر الخمس الموجودة في الطبيعة، وهذه العناصر الخمس هي التي تحقق توازن الطبيعة، ولا دخلناها الأماكن اللي كنعيشوا فيها فإحنا كنكونوا في تناغم مع الطبيعة، وبالتالي فاش كنكونوا في هذا التناغم كنكونوا سعادة أكثر، كنكونوا فرحة أكثر، النوم جودة النوم كتحسن. فطاقة فصل الصيف هي طاقة النار، وهي طاقة الحركة والنشاط والبهجة. وفصل الصيف كما قلنا نعودها ينتمي لطاقة النار فاير إليمنت، اللي كنسميوها فاير إليمنت، وهي أحد العناصر الخمس الموجودة كما قلنا في الطبيعة، واللي كتمتاز بالحركة والنشاط. نحن نسميه عنصر يانغ قوي. بالإضافة لطاقة النشاط، فصل الصيف تعزز الإلهام، الثقل، الوضوح، وأيضا تعزيز جانب السمعة والعلاقات في حياتنا. يعني إذا كانت عندنا بغي ندخل مثلا في علاقة زواج أو لخطوبة، فهذا الفصل هو مناسب جدا. وأيضا إذا كنا بغي نعزو جانب السمعة والحياة الاجتماعية، مثلا انخراط في جمعيات وعمل اجتماعي، فهذا الفصل هو مناسب جدا لهذا النوع من الأنشطة.